120 دقيقة تحرق الدم، 120 دقيقة ما تفهمش أمها رايحة فين وجاية منين، 120 دقيقة نفسك تعمل ميوت للمعلق اللي عمال يطبل وعمال يقول حاجات أغرب من بعض ده، وعمال تقول يا ريتني ما اتفرجت على المباراة على قناة السعودية الرياضية، وعمال تقول يا رب عديها على خير، بس وأنت معدي كده عمال تسأل نفسك سؤال. انجوزه بلعب هتري مني بقى، عايزين نفهم. طيب يعني ديست كان شغال حلو وقدامه عثمان ديمبلي وكان عندنا جبهه هجوميه رهيبه وشغاله. النهارده خفت من ناتشو موريال ومايكل اورزابالي يا ابن المفتريه، وبتلعب بمساك اللي هو منجويزه وقدامه عثمان ديمبلي وتبوظ الجبهه خالص. ده دمرت امها هجوميا علشان خاطر الباشا اللي بيلعب باك يمين ما بيعرفش يلعبها وتايه وعمال يتحرك غلط. قلنا حاطط السر كله ناحيه الشمال، اكيد بقى ناحيه الشمال هي اللي هتكسر الدنيا وتشيل العجز اللي هيكون موجود ناحيه اليمين علشان خاطر الباك اللي ما بيزيدش ده. انما تبص ناحيه الشمال، بريس وايت بيغير مع انطوان جريزمان، واحد يخش جوه وواحد يطلع بره، واحد يبقى مهاجم تسعه وواحد يبقى جناح. اتنين افشل من بعض لابسينهم جوه الملعب ومنتظرين ان الاثنين دول هم اللي هيعملوا لنا الاضافه. تمام، انطوان جريزمان رفع الكورس اللي جابه، فرانك ديونج هدفه، فرانك ديونج وانطلاقاته حاجه طبيعيه جدا. طبيعي، احنا بنلعب 4 2 3 1، فرانك ديونج بيلعب بوكس تو بوكس جنب سيرجيو بوسكيتس، طبيعي ان هو يزيد، طبيعي جدا ان هو يزيد. 4 2 3 1 فيها لعيب ديفندر، الراجل بيكون بيلم ورا الاطراف وبيحاول كمان ان هو يكون قاطع كرات، والراجل على الاقل بيحاول ان هو يبني كرة من تحت، ده دور الديفندر. انما صنع بوكس تو بوكس طبيعي ان هو بيزيد في الحاله الهجوميه وبيرجع في الحاله الدفاعيه بوكس تو بوكس من الصندوق للصندوق، فحته ان هو يزيد دي وتطلع خلق. شفت فرانكي ديون؟ شفت الريحه اللي موجوده فيه بتاعت يوهان كرويف اللي هو يخرب بيت ابو التطبيل، انتوا بتطبلوا لاي حاجه معديه؟ قلنا عادي، ربنا كرمنا وجبنا جون في ام الهري اللي كان موجود جوه الملعب ده، قاعدين نحضر كوره، وكمان ريال سوسيداد قاعد ان هو يمنعك من تحضير الكوره، وكمان تير شتيجن بيحاول ان هو يلم ورا المساكين والدنيا بالنسبه للفريق، قاعدين نقول يا رب عدي اليوم ده على خير ونكسب الماتش ده علشان خاطر خلاص ما حدش فينا بقى ليه طاقه ان الفرقه تخسر. قلنا عادي ما عندناش اي مشكله، بنعاني في غياب ميسي، الراجل جاله الام في الفخذ الايسر، قلنا ما عندناش اي مانع، ربنا يقومه بالسلامه ونحاول ان احنا نشوف المستقبل من غير ميسي، ما هو ميسي مش هيفضل طول عمره جوه الملعب. ويبدا الشوط الثاني بقى. سوسيداد بيحاول يتعادل، يجي له ضربه جزاء يخش اوريزابالي يحطها، وبعد كده فين يابا الرياكشن بقى بتاعنا؟ هنزل بيانتش، تمام ما عنديش اي مشكله، نزل بيانتش يابا. بعد كده بص يا جماعه انا محتاج ان انا انزل ريكي بوتش، لا ريكي بوتش اسف، نزل فليكس تايم، انا هنزل ميرلان بيانتش، تمام نزل ميرلان بيانتش، انا معاك بابا، نزل بيانتش ونزل ترينكاو، هطلع بريس وايت وارميه على الدكه وهنزل ترينكاو اللي هو اوريدي فاقد الثقه في نفسه، وهحاول ان احنا نلعب بالاربعه 3 3. طب معلش ما تنزل ديست بس ناحيه اليمين، حطه مكان من جويزه اللي هو تايه اساسا، ممكن بس تنزل ديست بس، الموضوع سهل وبسيط. لا ما نزلش ديست حتى كمان، يعني حتى في النهايه لما شاف ان عنده مشكله في منجويزه راح منزل جونيور فيربو. عبقريه يا جماعه، مدرب تكتيكي يعني، وقلنا عادي يا عم سيبه يعك وسيبه يعمل اي حاجه وهننتظر نوصل ضربات جزاء علشان خاطر احنا معانا تير شتيجن. انما موضوع ان انت مستني ان برشلونه يجيب جون في الاكسترا تايم دي، عثمان ديمبلي كان تعب بعد ال 90 وبدري الواد بيحاول، واحنا معروف النهارده كنا مستنيين الابداع كله من بدري وعثمان ديمبلي وفرانك ديونج بسم الله ما شاء الله جاب هدف وتسبب في احراز في احتساب ضربه جزاء، وجوردي ألبا الراجل الهجومي كان بيحاول، انما الباقي انت منتظر حاجه من جريزمان، عمل كروس بتاع الهدف تمام، بس منتظر حاجه من بريس وايت ولا بتخسر حاجه من ترينكاو اللي هو فقد الثقه اساسا بعد ماتشين ثلاثه والجمهور كان بيهاجموا فيهم، وصلنا اكسترا تايم زي ما قلت لك. ريكي بوتش نزل تمام، نزل ريكي بوتش تمام، حاجه كويسه، نزل ريكي بوتش وطلع بوسكيتس تمام، ما عنديش اي مانع يا عم، اعمل كل اللي انت عايزه جوه الملعب. طب ايه طيب يا عم، مش شايف ناحيه اليمين؟ ام اليمين دي هنزل جونيور فيربو دلوقتي، يخرب بيتك يعني جونيور فيربو عارف يلعب ناحيه الشمال عشان تلعبه ناحيه اليمين؟ قلنا يلا سيبوا نوصل لهم ضربات الجزاء علشان خاطر نشوف النهايه هتبقى عامله ازاي، لو كسبنا خير وبركه، لو خسرنا نرميه من الطياره واحنا راجعين. وبنلاقي ان احنا دخلنا ضربات الجزاء وتير شتيجن بتصدر اول واحده، يلا مين هيبدا بقى عندنا؟ اكيد هتودي بيانتش بقى المتخصص.
لا هو بعد فرانك ديونج اللي هو يابا، انا مش جاي عشان خاطر تدلع لي فرانك ديونج ابن بلدك يعني. الراجل بتلعبه مساك ماشي، بتلعبه ديفندر ماشي، بوكس تو بوكس ماشي، شويه تاني وتحطوا لنا جناح بقى متخصص ضربات جزاء امتى؟ قلنا عادي فرانك ديونج يخش يضيع، قلنا عادي ما عندناش مشكله. بعد كده تريش تيجن بيقول لهم حصوا على دم اهاليكم، تاني واحده هيطلعها عثمان ديمبلي بيخش يجيب، قلنا عمي كده زي الفل. بعد كده بتلاقي الكوره جت في العارضه تمام قوي حلو، بيانيتش بيخش يجيب، بعد كده اللعيب بتاعهم دخل والراجل بيجيب. جت بقى لانطوان جريزمان، هاتها بقى ونخلص ام الماتش، وتطلع تقول للناس اه ومين اللي جاب اللقطه الختاميه؟ مين سوبر مان دلوقتي؟ تيجي انت شايطها فوق وتجيب روح رحيم ستيرلينج من مدينه مانشستر سيتي، من مدينه مانشستر، وتحطها بره علشان خاطر الناس كلها تعرف ان اللعيب ده عاق وملوش نصيب ان هو حتى ياخد اللقطه. وبعد كده بياخد اللقطه ابن كاتالونيا البار ريكي بوتش. والله الكره دي يا ابني نوايا وضمير يعني. فرانك يعني انطوان جريزمان ده لما نيته سالكه كان جاب الهدف بتاع ضربه الجزاء الاخير، بس ايه الكره يا ابني؟ الكره نوايا والله، والله الكره نوايا. هي لو مش نوايا كان مدربين كتير قوي عدوا على النادي ده ازاي يعني؟ كنت هتلاقي مثلا ان واحد بتاع بقر زي كيكي ده مدرب الفرقه ازاي، ولا كنت هتلاقي اساسا فالفيردي دربنا ازاي، ولا كنت هتلاقي كمان واحد زي كومان ده دربنا ازاي. كله بيعدي يا ابني، بس عشان ما اضحكش عليك انا النهارده ما كنتش فاهم، لو كسبت النهارده هكسب ريال مدريد ولا اخسر ريال مدريد وتحفل عليا؟ بس ما ينفعش ان انا اشجع ريال سوسيداد. عيب يا راجل، الحمد لله ان هي عدت على خير، وهنفتكر دايما ان ميسي هجوم وتير شتيجن دفاع والباقي بيتفرج عليهم. والنهارده ميسي غاب، تير شتيجن شال الليله لوحده.